ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل مشاهداتي عزيزات مع بنوته بتعمل حاجه حلوه قوي. خلينا الاول نرحب بيها نقول لها منورانا مارينا عازر. منورانا ميرسي نورك. عامله ايه في الكورونا يا مرمر؟ بنتعايش يعني. قاعده في البيت. قاعده في البيت زي ما انت في الاستوديو هي بس يا مارينا. مثلا انا بهزر معاك يعني امزح معاك. مارينا عندها جروب على الفيسبوك اسمه بيوتيفل اكستشينج. بيوتيفل اكستشينج بالعربي يعني التبادل الحلو. ايه بقى موضوع التبادل الحلو؟ مرمر هتقول لنا. قول لنا مرمر ايه الموضوع؟ هو الموضوع بسيط جدا. احنا كبنات عندنا حاجات كتير جدا بتبقى مركونه لان احنا بنحب نشتري كتير دايما. مظبوط. فالفكره انه انا بدل ما في حاجه مركونه عندي ومحدش عايزها انا هنزلها اقول يا جماعه دي انا مش محتاجاها فممكن يعني تبدلها بحاجه تانية هي محتاجاها من بنت تانية الحاجه دي مركونه عندها يعني. حلو. مثلا شنطه مش مركونه انا يا جماعه مش محتاجه الشنطه دي ومحتاجه مكانها مثلا كريم، محتاجه مكانها جزمه، محتاجه مكانها فستان، ويصادف مثلا بنت تانية قصادها عندها نفس الطلب بتاع الشنطه مثلا وعندها الجزمه اللي هي محتاجاها بس. فهي دي الفكره يعني. بس يا اما بيبقى غير مقابل خالص وتديها من غير فلوس يعني. يعني طب معلش سؤال، هنفترض هنا ان انا عندي شنطه غاليه اوكي وعايزه قدامها جزمه أوكي. فالجزمه دي ارخص من ثمن الشنطه دي. هم ساعات بقى بيقولوا انا محتاجه مثلا يعني بيحددوا بقى انا محتاجه قصاد دي مثلا كذا دريس مثلا سوري مكان الجزمه الغاليه دي او الشنطه الغاليه دي. بس ما بيقولوش غاليه يعني اللي هم هو اصل هم بيردوا على بعض بيبقوا كتير جدا فبتشوف المناسب قصاد الحاجه بتاعتها. بيردوا على بعض ازاي دلوقتي؟ اهدي قولي لي. نبتدي من الاول. ماشي. انا مواطن هنفترض عنده شنطه. تمام. بحط صوره الشنطه بقول انا مش عايزه الشنطه وعايزه قدامها جزم. اوكي. طيب. واحده بقى دخلت قالت لي ادي صوره الجزمه ده بقى ايه في البرايفت ولا ده على العلن يعني؟ عادي هو احنا عاملين جروب بي من خلالكم يعني ولا هم بيتعرفوا على بعض وبيعيشوا حياتهم في الديتيلز اللي هي في المقابلات بيتعرفوا على بعض بقى انبوكس عادي ويظبطوا مع بعض لكن في البوست نفسه اللي هو اللي نازل بيحطوا صور بس بتقول لي طب انا عندي الجزمه دي فواحده تانية ترد عليها تقول لها طب انا عندي الشنطه دي لو انت عايزه مكانها شنطه مثلا. حلو. او عايزه فستان وهكذا وهي بعد كده بتنقي تشوف ايه اكتر حاجه مناسبه ليها وحاسه ان هي قدام نفس القيمه او نفس الاحتياج فتقول لها طب يلا بندخل خاص بحيث ايه يبدلوا مع بعض يعملوا مع بعض. طيب فهمت. وهم بقى بيستفوا مع بعض. طب الخناقه بقى حصلت هنا. خلاص ضحكت عليا. جابت لي جزمه مقطوعه. تمام. وخدت الشنطه السنين ام 15 18000 جنيه. تمام. يحصل هنا ايه؟ هو للاسف كل حاجه في خير. نبلغ البوليس. لا مش قوي كده بس انا كنت يعني نزلت لهم قوانين كده انه انت لازم تبصي على الحاجه قبل ما تاخديها لان هو بالفعل كل حاجه بيبقى فيه خير وشر. فلما قابلنا مشاكل زي دي قبل كده قلت لهم طب خلاص يا جماعه لما تاخدي الحاجه بصي عليها قبل ما تاخديها وتمشي. عادي مش هيحصل حاجه. انت خدتي جزمه هتطلعيها من الشنطه كويسه خلاص تروحي مديها لها الشنطه هي كمان شافتها انها كويسه زي الفل وخلاص. فده معناه ان الطرفين لازم يعرفوا بعض يعني الطرفين لازم يشوفوا بعض. ما هيشوفوا بعض بالظبط. طيب انا عندي شنطه سينيه خلاص شنطه أوكي. اصليه اوكي وهبدلها بجزمه اصليه. تمام. طلعت الجزمه مضروبه يحصل ايه بقى؟ ببلغ البوليس؟ هو مفيش بوليس طبعا بس يعني بيبقى يعني مش عارفه هما بيبقوا شطار يعني هما بيبقوا شطار بيبقوا عارفين حاجات الاوريجينال من الحاجات يعني الحاجه الاصليه من الحاجه المضروبه بيبقوا فاهمين. لكن انت ما عندكيش في بيوتيفل اكسشينج او في الجروب ده حد بيقيم الحق يعني يقول لك دي تمنها لا دي لا مفيش كده. طيب ده الشق الاول. الشق الثاني خلاص في ناس بتتبرع بحاجتها من خلال الجروب. ازاي كتير بقى؟ كتير جدا. هو مش بيبقى تبرع يعني احنا كبنات بيبقى اوقات بيبقى الدنيا غاليه انا مش قادره اشتري حاجه ففي بنات تانية بتبقى عايزه تبسط يعني حد تاني فيروحوا منزلين حاجات يا جماعه انا مش محتاجه دي ومش محتاجه حاجه قصادها اللي عايزها او محتاجها ضروري ياخدها بس. وده بيحصل بيحصل كتير. حاجات زي ايه؟ ده هدوم بقى وفي كوتشيهات وفي كراسي اطفال ومره مكوه شعر نزلت ومره
في بتاعت رياضه كده نازله كمان من يومين، يعني في حاجات كتير كده يعني مش عايزاها، اللي عايزها ياخدها. اه اللي هو انا عايزه حاجه قصادها، ما فيش حاجه قصادها خلاص ممكن تاخديها فور فري. طب هل في بيع من خلال بيوتيفول اكسشينج؟ ما فيش بيع يعني انا ما بحطش مثلا مثلا خلاط عندي عايزه ابيعه؟ لا لا مفيش. مفيش لا. طيب هل في احنا ما ثانيه سلمى، طيب سلمى استني اديني فرصه اتكلم مش عشان معايا في انا في الكورونا دلوقتي حبيبتي تفسحش كده. طيب بهزر طبعا معاكي يا سلمى، انت عارفه تعبانه بتشيتش. طيب هل بيوتيفول اكسشينج ده في بقى ايه مكاوي خلاطات مش عارفه ايه، ولا كلها لبس وجزم في وحاجات لايف ستايل؟ لا في اجهزه، في اجهزه كهربائيه، في لابتوب نزل، وفي عربيه مره نزلت بس مش عارفه هي وصلت لحد فين دلوقتي. عربيه؟ في عربيه دي عشان التبادل ولا عشان ايه؟ تبادل، هي كانت عايزه تبدلها بحاجه تانية بعربيه برضو زيها يعني. هي حاجات غريبه بصراحه، ما اعرفش انه هيوصل لكده. عايزه ابدل عربيتي بعربيتك مثلا يعني، في بس انا بصراحه مش عارفه هو ده وصل لحد فين. بس الحاجات الكبيره قوي او الاجهزه يعني زي بوتاجازات، في بوتاجاز نزل، في سرير نزل، في دولاب مره نزل. الحاجات دي بنقول يا جماعه الحاجات اللي الاجهزه والحاجات الكبيره دي احنا نجربها بقى، ولا يعني ما يعني أنا هجيب معايا دلوقتي الكهربائي بتاعي وانا داخله ما مش عارفه بقى، فبنخلي مسؤوليتنا تماما يعني. احنا بنقول شوفي الحاجه قبل ما تمشي، فالحاجات دي انت كده مش هتشوفيها. ف والله العلم متطور يا اولاد، العلم متطور. طيب انتي بقى كمارينا بتستفادي ايه يا حبيبتي؟ مفيش حاجه يعني، هو مفيش استفاده. هو الموضوع كان بسيط جدا في الاول، انا كان عندي جزمه بكعبه، ما بحبش البس حاجات الكعبه قوي دي، فنزلته قلت طب بنت تانية تلبسها تنبسط بيها بدل ما هي مركونه. ومش محتاجه حاجه قصادها يعني. فلما البنات لقوا كده انبسطوا وقالوا طب اعمل لنا جروب صغير او اي جروب يعني ننزل فيه حاجتنا احنا كمان. حلو. بس ومن ساعتها طيب وبيوتيفول اكسشينج ده فيه قد ايه يعني، كم مواطن، كم ممبر، كم مشترك؟ هو وصل دلوقتي لحد 19000 وشويه. وال 19000 دول بقى شغالين بقى يعني تبادل بقى، خدي تلاجتي وهاتي غسالتك، خدي جزمتي الحمراء وهاتي جزمتك السوداء. هيسه ها؟ طيب السؤال الاخير، في اي مشاكل طلعت لك من ورا بيوتيفول اكسشينج ده؟ هي بس المشاكل اللي حصلت في الاول انه دي ضحكت عليا وادتني حاجه مقطوعه، دي ضحكت عليا وادتني حاجه مستعمل يعني، هما كله طبعا مستعمل بس بتبقى حاجات مش كويسه. فهو عشان كده نزلنا القانون بتاع يا جماعه لا بصوا في الحاجه قبل ما تمشوا بس، فبقوا يبصوا والدنيا شغاله كويس يعني الحمد لله. طيب انا كنت بتك سؤال اخير، هقول لك سؤال اخير تاني معلش. ايه اغرب تبادل حط في اتعمل في بيوتيفول اكسشينج؟ ايه اغرب حاجه الناس بدلتها؟ هو الاغرب يعني الاغرب حاجات اللي هي العربيه اللي نزلت والحاجات الاجهزه اللي انا ما كنتش متخيله في دماغي انه هيوصل في يعني في مره لحد كده يعني. بس يعني ممكن نقول حاجه تانية احلى حصلت، ان كان في عروسه كانت محتاجه حاجات، وهو الفكره الحلوه انه ان احنا ما اتكسفناش من بعض خلاص، هم لقوا شويه حب بيحصل. فيا جماعه هو وبنات اصلا كمان قلبها جميل جدا حبيب. يعني واصلا الجروب نجح بيهم يعني، انا عايزه اقول ده لازم اقول ده على الهوا يا جماعه. بس احلى حاجه حصلت ان كان في عروسه كانت محتاجه حاجات، طلبت حاجات يعني شوزات وهدوم، جالها بقى هدوم وبوتاجاز وسخان واسبوع في الغردقه فري، وجالها حاجات قد كده كل حاجه يعني تقريبا معظم الحاجات. طيب فدي كانت احلى حاجه حاصله يعني. في سؤال سخيف جدا لازم جالنا دلوقتي، جالنا في الكنترول. اوكي. ولك مفيش بقى حد دخل قال لك ايه طب خدي خطيبي وقت خطيبك؟ لا مفيش. مفيش؟ لا 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 ما حصلتش عندك خالص؟ لا لا. ولا مثلا خلاص هما خلاص يعني مش لازم عشان ما نغمقش يعني مش لازم كل حاجه تشتم حضرتك. ها هما بيبدلوا حاجات جوازهم يعني. ايه بيبدلوا جوازهم؟ لا حاجات جوازهم. حاجات جوازهم انا سمعت غلط. يعني أوكي. اللبس مثلا شوزات هديكي بلوفر جوزي وانت هاتي بلوفر جوزي. عايزه ابس في مكانه مثلا كده والله العظيم يعني. كده بتحصل يا جماعه والله. طب لما انا ببدل هدوم يعني اروح مثلا اديها دراي كلين الاول، اروح مغسله تتغسل كويس، ولا هي بتيجي طبعا تمام؟ طبعا المفروض كده معقمه صح؟ المفروض يعني. انت نورتينا النهارده، ربنا يخليكي. وانت الفكره عجبتني جدا جدا
انتي عجبتيني جدا جدا وخضتيني مرينة جدا جدا موتي. انا ما بستفادش حاجه، لانه عاده هو اي حد بيعمل جروب او بيج او صفحه او كذا هو بيستفيد في الموضوع. فانتي عاملاها بالحب او حبي دي، انتي ربنا يجازيكي خير. ربنا يعطيك، ميرسي بجد، شكرا. بيوتيفل اكستشينج، او بالعربي في حب التبادل، في حب التبادل. صفحه او جروب موجود على الفيسبوك، ادخلي عليها. اللي عندها حاجه مش عايزاها تقدر تديها حد تاني مستغنيه عنها، او عايزه تبدل. ادينا شفنا واحده بدلت عربيه بعربيه، فالعلم نور ومش عارف يعني. نورتينا، ميرسي يا حبيبه قلبي. دلوقتي بقى هنروح لتقرير مهم جدا. التقرير ده طبعا احنا كلنا تخنا، كرشنا، انا منكم حبايبي جناب، حبيبتنا اختنا بتقول لك على الكرش حاجه مش طبيعيه. ممكن نعمل ايه؟ ممكن نعمل تمرينات رياضيه في البيت. ده التقرير هنشوفه دلوقتي وهنرجع ليكم من هنا وبس. هاي، ازيكم؟ معاكم كابتن لينا عطيه، مدربه لياقه بدنيه. النهارده هنعمل فول بودي ورك اوت، تمرينه لعضلات الجسم كله. التمرينه دي ممكن اي حد يقدر يعملها في البيت، سواء ناس مبتدئين في الرياضه او ناس مودريت اوريدي بتتمرن بس مثلا مش قادره انها تروح الجيم. التمرينه دي هتكون مكونه من كذا شكل. الاشكال دي شامله كل عضلات الجسم، بنقدر نعملها باعداد معينه حسب كل تمرينه انا هوريها لكم. اول تمرين هنبدا بيه تمرين اسمه سكواتس. التمرين ده لعضلات الرجلين. التمرين ده هعمله انا واقفه كده، فاتحه مشط رجلي لبره سنه على شكل السبعه، هنزل لورا واطلع اكني بالظبط بقعد على كرسي، هنزل واطلع. التمرين ده ممكن نعمله من 15 ل 20 عده. ان كيس حد عنده مشكله في ركبته، اولا اي حد سواء عنده مشكله في ركبته او لا، لازم وهو نازل يركز ان ركبته ما تعديش مشط رجله، وانا نازله اركز قوي ان انا اقعد لورا فركبتي ما تعديش مشط رجلي. لو حد اوريدي عنده مشكله في ركبته او عنده هشاشه يقدر ان هو يعمله على كرسي. هيقف برده نفس الوقفه، هيفتح مشط رجله لبره وهينزل ويطلع بس بسبورت او بمساعده الكرسي. التمرين الثاني اسمه سايد سكوات. ده برده لعضلات الرجلين بس بيشغل برده عضلات الضمه اللي هي العضله اللي من جوه الرجل. من هنا دي العضله دي مش بتيجي قوي بالتمرين الاولاني، فعلشان كده هنضطر ان احنا نعمله دلوقتي. اول حاجه بقف رجلي 92 بعيده عن بعض، رجلي اليمين هبدا بيها همدها شويه هنا وانزل عليها لتحت واطلع، انزل واطلع. برده ما انزلش اكتر من المستوى ده، يعني خلاص رجلي هنا هوصل لحد برده مشط رجلي واطلع. نفس الحكايه ارجع الناحيه الثانيه، انزل واطلع لحد الليمت بتاع مشط رجلي. تالت تمرين نقدر نعمله لعضلة السمانة، العضلة اللي هي في آخر الرجل اللي هي دي. بقف بالجنب وهشب لفوق وأنزل، لفوق وأنزل. أقدر أعمل من التمرين ده من 20 ل 25 عدة، فوق وتحت. ودلوقتي هنعمل التمارين اللي نقدر نعملها على الأرض، هي بتبقى أكتر للجزء العلوي من الجسم. التمرين اللي هنعمله دلوقتي اسمه بوش أبس أو ني بوش أبس، اللي هو بالعربي اسمه ضغط. التمرين ده لتحسين المنطقة العلوية من الجسم اللي هو الصدر والخلفية بتاعت الظهر، يعني من ناحية الظهر من النص والكتف الخلفي، وكمان عضلة اسمها ترايسبس اللي هي في ظهر الدراع. هوريكم التمرين دلوقتي. هقعد على ركبي واشبك رجلي ورا، ايدي اهم حاجة ما تبقاش قدام قوي ولا ورا قوي، اهم حاجة تبقى في النص ناحية برضو الشست. اوكي، هنزل تحت واطلع، هنزل واطلع. احاول ان انا ما ابصش تحت قوي ولا فوق قوي، ابقى باصه قدام كده، انزل واطلع، واركز ان انا وسطي يبقى نازل معايا، ما يبقاش فوق وانزل كده، لا اهم حاجه ان انا انزل نفس المستوى واطلع.
ودلوقتي هنعمل تمارين لعضلات البطن. هنام على ظهري، رجلي متنية، هطلع نص طلع وانزل، نص طلع وانزل. اهم حاجة ان انا دقني تكون لفوق، ما تبقاش عاملة كده. هطلع التمرين من ده الادفانس شوية، ان انا اطلع لحد فوق وانزل. التمرين ده اسمه سيت ابس، بطلع فوق وافرد ايدي وظهري. دلوقتي هنعمل تمرين لعضلات البطن الجانبية اسمه راشن تويست. هقعد كده واتني رجلي وهلف يمين وشمال بايدي، يمين وشمال. للناس اللي تقدر انها تلف اكتر ممكن تحط ايديها على الارض وتلف وتحط ايديها على الارض الناحية التانية، بس يستحسن لو حد عنده مشكلة في ظهره ما يلفش قوي. دلوقتي هنعمل تمرينة لعضلات الظهر السفلية اللي هي القطنية. هلف وهرفع ايدي ورجلي مع بعض لفوق، هطلع وانزل. التمرينة دي اسمها سوبرمان. وكده بنكون عملنا تمرينة لفول بودي ورك اوت لعضلات الجسم كلها، سهلة جدا ممكن اي حد يقدر يعملها في البيت. Thank you.